مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي إنه الأمل الذي يعد قاطرة للمشاريع التنموية يقع شمال محافظة كفر الشيخ على مساحة 4000 فدان، وتم إنشاؤه ليحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك ووضع مصر على قائمة كبرى الدول المصدرة للثروة السمكية بمعايير عالمية تضمن السلامة الغذائية على جميع المنتجات. فهذا الصرح الجديد مشروع تكاملي بكل مراحله، التي تبدأ بمرحلة مفرخ الأسماك والجمبري المقامة على مساحة 17 فدانة. أولاً بنبتدي أي تفريخ أسماك أو تربية أسماك عموماً بتحتاج إن هي تكون في كونديشن معينة أو ظروف معينة، وأساس الكونديشن دي هي المياه الموجودة فيها. من بعد مرحلة جمع البيت وتعقيمه بنبتدي بقى نسكن في الوحدات اللي هي حضراتكم شايفينها دي. عندنا هنا وحدات رعاية اليرقات، وحدات رعاية الزريعة، وفي كمان وحدات اللي هي اللايف فود. بعد ما بسكن البيت بداية اول 3 ايام من تسكين البيت بيتغذى البيت او اليرقة بعد ما بتفقس على كيس المح. وبعد بلوغ الاجنة للفترة المحددة لها تأتي مرحلة نقلهم الى مجمع المزارع السمكية الذي يضم 1359 حوضا للاسماك البحرية والجمبري تم استزراعها بشكل كامل، لتبدأ اولى مراحل الانتاج في شهر اكتوبر الحالي بنقلها الى مصنع انتاج الاسماك والجمبري وتجهيزها لضخها بالأسواق. ويضم أكبر مصنع في مصر لإنتاج الأعلاف السمكية بما يضمن السلامة ومعايير الجودة، وتم إنشاؤه على مساحة 1518 متراً مربعة بطاقة إنتاجية عالية. مصنع أعلاف غليون يعد الأكبر في مصر والشرق الأوسط. احنا عندنا هنا المصنع عبارة عن مصنعين، مصنع لإنتاج أعلاف الأسماك ومصنع لإنتاج أعلاف الجمبري. مصنع إنتاج أعلاف السمك عبارة عن خطين إنتاج بطاقة إنتاجية 120,000 طن سنوية. مصنع إنتاج أعلاف الجمبري عبارة عن خطين إنتاج بطاقة إنتاجية 60,000 طن سنوية. أنا كمهندس ميكانيكا يعني موجود في المصنع بشكل دوري بصفة مستمرة، عن معايا طاقم فني محترم مسؤولين عن صيانة وتشغيل المعدات بشكل دوري. بنحط الخطة للصيانة، بنوفر قطع الغياء. ويحتوي هذا المجمع على مصنع لإنتاج الفوم بطاقة إنتاجية 1500 كيلوغراما يوميا، ويضم مصنعا للثلج لتكتمل منظومة المحافظة على الأسماك. وتأتي المرحلة الأهم لهذا المشروع، حيث يضم مركزا للأبحاث والتطوير الذي يحتوي على مجموعة معامل متكاملة ومجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة في هذا المجال. مركز الأبحاث والتطوير هو معمل مرجعي للرقابة على سلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني والنباتي، كذلك الجودة الخاصة بمياه والتربة الخاصة بالاستزراع السمكي. كمان احنا لنا دور كبير في مجال البحث العلمي، بنستقبل الباحثين في جميع المجالات البحثية، خاصة طبعا مجال الاستزراع السمكي والمجالات العلمية الأخرى، لأن احنا عندنا الحمد لله المعمل والمركز هنا مجهز بأحدث الأجهزة العالمية. المشروع يعد بارقة أمل وحياة لسكان المحافظة والمحافظات المجاورة بعدما ساهم في رفع دخلهم واستقرار أحوالهم. مشروع زي ده طبعا منع موضوع الهجرة الغير شرعية تماما، لأن طبعا أعداد كبيرة جدا من الشباب كانت بتروح في الموضوع ده، خصوصا من الأماكن اللي موجودة. يعني احنا بالفعل معنا ناس هنا فقدوا ناس في الموضوع ده. المشروع ده يعني مشروع كويس بالنسبة لمصر، وانه أحيا مشروع الثروة السمكية يعني شيء كويس بالنسبة ان يدخل انتاج عالي للسمك على مستوى الجمهورية، ويعمل عائد برضك ان هيحصل بعد كده تصدير للدول اللي بره. استفدت خبرة، استفدت ان انا اشتغلت اقسم ان انا اطلع البحر او كده، او الناس تموت شغلوا الناس، مصلحة للبلد، دخل للبلد وللناس، ومشروع يفيدنا ونستفاد منه. المدينة السمكية الصناعية ساهمت في تغيير ديموغرافيا غليون وتحويلها من منفذ للهجرة غير الشرعية إلى مدينة صناعية متكاملة. إنجاز جديد يتحقق على أرض الواقع ليكمل مسيرة الدولة في التنمية وبناء مستقبل أفضل للبلاد. أيمن عماد، الحياة اليوم.